يواصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته والمقدم من النائب حمدان العازمي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة. وكان النائب حمدان العازمي قد تقدم بهذا الاستجواب والمكون من 5 محاور في 4 يناير الجاري، وقد تم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم. إذن وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف، بعد التحية، كيف ترصد لنا الصورة من حولك وآخر مستجدات هذه الجلسة؟ تحية لك صالح وتحية لمشاهدين نشرة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت صالح، نحن الآن متواجدون ومستمرون في التغطية للجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 بمجلس الأمة. وجلسة اليوم حقيقة كانت هناك الكثير من البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس. المجلس بدأ جلسته في الساعة 9 صباحا، وكان هناك مناقشة البند الأول والمتعلق في التصديق على المضابط، وبعدها كان هناك طلب بأن يقدم بند الاستجواب، وهو كان البند الرابع على جدول أعمال الجلسة. على البنود الأخرى هما البندين الثاني والثالث والمتعلقين في البند الثاني، وهو كشف الأوراق والرسائل الواردة، وأيضا البند الثالث والمتعلق في الأسئلة. وحقيقة انتقل المجلس بعد أن تم ترحيل البندين الثاني والثالث إلى المناقشة في جلسة الغد، وهي الجلسة التكميلية للجلسة العادية لهذا اليوم. وكان هناك بند الاستجوابات، وكان هناك مدرج على هذا البند استجواب مقدم وموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح. وهذا الاستجواب مقدم من النائب حمدان العازمي. والاستجواب أو صحيفة الاستجواب تحتوي على 5 محاور. كان هناك شرح من النائب حمدان العازمي، بدأ في استجوابه لمدة 1.5 ساعة وتكلم بمحاور الخمس والمتعلقة في الأسئلة البرلمانية ودخول المرأة في السلك العسكري، وأيضا كان هناك متعلق في بعض التوصيات من ديوان المحاسبة وسياسة الإحلال وغيرها. وتكلم النائب حمدان العازمي لمدة 1.5 ساعة بهذه المحاور الخمس، وبعد ذلك تحدث معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالتعقيب على كل محاور النائب حمدان العازمي، وتحدث بالأجوبة والبراهين والجداول، وكذلك بعرض العديد من الفيديوهات التي تكون هي إجابة على الكثير من المحاور لصحيفة استجواب النائب حمدان العازمي. وأيضا تحدث معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمدة مماثلة للنائب حمدان العازمي لمدة 1.5 ساعة. وبعد ذلك كانت هناك 0.5 ساعة للنائب المستجوب، تحدث فيها أيضا تعقيبا على ردود معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأيضا انتهى منها. وبعد ذلك تحدث لمدة مماثلة 0.5 ساعة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعقب على كل ما ذكره النائب بتعقيبه لمدة 0.5 ساعة. وانتهى الاستجواب بأن يكون بعده ذلك هناك أن يكون يعني نائبا متحدثا مؤيدا للاستجواب، وبدأ لمدة 1/4 ساعة النائب مرزوق الخليفة بأن يكون هو مؤيدا للاستجواب، وهو الآن في هذا الوقت يتحدث في المدة المعطاة له. وبعد ذلك راح يكون هناك نائب معارضا للاستجواب، وهذا الاتفاق تم قبل بدء الاستجواب بعد أن وافق المجلس بأن يكون هناك نائبا مؤيدا ونائبا معارضا للاستجواب. وإذا ما انتهى النائبان من الحديث في هذا المجال،
سوف يعني نرى ما يستجد من هذا الموضوع إذا ما كان انتهى الاستجواب، إذا كانت هناك توصيات أو إذا كانت هناك طلبات أخرى. هذا إن شاء الله راح نوافيكم في موجز الأخبار في الساعة 6 مساء. وإذا ما كانت هناك أيضا، إذا المجلس أراد أن يستكمل بنوده الأخرى المتعلقة في الكثير من هناك رسائل واردة، 4 رسائل واردة، وكذلك هناك طلبات، 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق، وأيضا هناك مناقشة لاستكمال الرد على الخطاب الأميري ومناقشة برنامج عمل الحكومة. كل هذه البنود موجودة ومدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم، ولكن المجلس هو سوف يقرر ما إذا كان يكون هناك استكمال في نفس الجلسة بعد أن ينتهي الاستجواب، أو أن ترحل هذه البنود إلى جلسة الغد يوم الأربعاء، وهي الجلسة التكميلية لمجلس الأمة. نعم. والتقدير للزميل نواف الشراكي على هذا الوصف، كان معنا من أمام مجلس الأمة. شكرا لك.